يعني اتمنى الامور كلها تكون تمام ان شاء الله في الوسط الرياضي. نروح نشوف كده تقرير من بطولة الجمهورية المفتوحة للتنس. البطولة كانت بدأت يوم 22/8 اول امبارح، يعني هتستمر لغاية يوم 7/9 بمشاركة جميع الاعمار من سن 8 سنوات سيدات ورجال واطفال لغاية بقى نهاية البطولة. بطولة الجمهورية للتنس اتلعبت في ملاعب بيجاسوس، دي يعني نادي اسمه بيجاسوس في دريم لاند هنا في 6 اكتوبر جنبنا. تعالوا نشوف التقرير عن بطولة الجمهورية للتنس ونرجع نكمل تاني مع بعض في كرة كل يوم. وما تنسوش النهاردة بعد 10 دقايق من دلوقتي هيكون معانا فقرة عالمية مميزة جدا ان شاء الله، زي ما احنا متعودين دايما كل يوم اتنين في كرة كل يوم بعد الفاصل ان شاء الله. الحمد لله للسنة الخامسة على التوالي بنستضيف بطولة الجمهورية للتنس، والمرة ديت يمكن واخدين عدد من اللعيبة 800 لاعب. السنة اللي فاتت كان معانا 600 وكسور على مستوى مصر كلها، والحمد لله بشكل مشرف في عدد أكتر من 10 ملاعب مجهزين وفي أعمار سنية من السن الصغير لحد السن الكبير، وإن شاء الله البطولة هتظهر بشكل كويس جدا، ونأمل إن شاء الله في وجود قناة النهار إنها تقدر تكون تغطية كويسة للاعبين والممارسين علشان يقدروا ياخدوا الفرصة الكاملة من التغطية اللي بتساعدهم على احترافية الأداء في المستقبل. الاتحاد المصري للتنس في تعاون مشترك بشكل كبير جدا مع مدام إسراء، وفي نفس التوقيت إحنا يمكن استضفنا بطولة السنة اللي فاتت كانت في شهر 11 وكانت بشكل يمكن أكثر من ممتاز، وكان فيها برضو عدد من اللعيبة يتجاوز 600 لاعب، ويمكن بيكون الصعوبات بس هي فكرة تجهيزات الملاعب، خصوصا ان احنا بنمر يعني بالهاي سيزن وفي عدد من اللعيبة يعني كبير يعني فالتجهيزات خدت وقت، والحمد لله ظهرنا بالشكل المتميز. بشكر يعني قطاع التنس بالكامل على المجهودات اللي تمت، وبشكر برضو قطاع الصيانة في النادي واغلب القطاعات قطاع التسويق اللي قدر يخلي البطولة تظهر بشكل كويس، والحمد لله النهاردة اول يوم وهنستمر في البطولة لحد 7/9 بشكل مشرف يليق بنادي بيجاسوس دريم لاند. النهاردة احنا اول يوم في البطولة تحت 8 سنوات و 10 سنوات ناشئين بتقام للسنة الخامسة في نادي بيجاسوس، و يعني بداية يوم كويس والتنظيم ماشي كويس، واحنا بنحاول نجتهد ان احنا ننجح البطولة سواء ادارة النادي مع التنسيق مع الاتحاد التنس مع لجنة الحكام عشان يعني كل حاجة تطلع في صورة كويسة للعيب التنس ان هو يقدر في جو يقدر يبدع فيه في الملعب وكده. بقالنا فترة 5 سنين او 8 سنين الاتحاد شغال على تطوير المدربين، وده هيساعد في تطوير اللعيبة. احنا يعني من فترة كبيرة ما عندناش حد جوه 200 على العالم، دلوقتي بقى عندنا لعيب جامد جدا اسمه محمد صفوت، وعندنا ناشئين كويسين جدا جدا. بنحاول دلوقتي التطوير يبقى ما بعد 14 سنة، هي دي الفترة المهمة والحساسة في لعبة التنس، فاحنا بنحاول نشتغل عليها، وبنحاول احنا نادي بيجاسوس عاملين حاجة مهمة جدا، جايبين خواجة بتاع لياقة بدنية في أكاديمية خوان كارلوس فيريرو، هيجي يقعد أسبوعين يعمل كورسز للكوتشز وللعيبة وإيفاليويشن وكده. إحنا عايزين نعمل نهضة في التنس في مصر، وده إن شاء الله في الخمس سنين الجايين هيبقى حاجة كويسة إن شاء الله.
الله.